أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد اللبناني. لا يكاد لبنان يودع موفدا أمميا حتى يستقبل آخر، فيما يبدو أن أي مبادرة لم تنضج بعد لارتباط الهدنة على جهة أو جبهة الجنوب اللبناني بوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. أين حزب الكتائب اللبنانية اليوم من كل هذه التحركات والوساطات، وهو الحزب الذي لطالما كان شريكا أساسيا في كل المحطات المفصلية في تاريخ لبنان؟ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجبنيل يجيب عن هذه الأسئلة وسواها طبعا في حلقتنا لهذه الليلة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. لكن قبل بداية الحوار نتوقف لمتابعة بعض آراء المواطنين. نحن اليوم بواقع احتلال، وطننا محتل. إذا ما حررت الوطن ما فيك تبني وطن. قرار اللبناني مصادر من قبل السلاح ومصادر كليا من قبل إيران. نطلب من الشيخ سامي يخلصنا من هالوضع اللي نحن فيه، من هالوضع الزفت، بلا أكل، عم نشحد أكل من هون ومن هون. العتب على كل الفريق المسيحي ما عم يتحد ليشتغل، لأن نحن المسيحيين اللي نكفي بهالبلد. ما لنا متفقين لا على رئيس الجمهورية ولا على شيء، وكل هالصلاحيات اللي بالدولة عم تروح من إيدينا، ما بعرف لوين بدها تروح بعدين، ونحن وين بدنا نروح ما بنعرف. قل له لسامي جميل كفي بمشاريعك اللي دايما بتحكي فيها بالإعلان بالحزب عندك. بطلب منك تاخد موقف أكتر وضوح وأكتر شدة بخصوص الرئاسي. روحوا حطوا إصبعكم على الجرح، في واحد أخطبوط كبير ما بسترجي سميه أحلى ما بطل نام ببيتي، هو محرك اللعبة. نسأل الشيخ سامي جميل، لا مش متفقوا حدا، له حلفاء وله أخصام. بسأل الشيخ سامي، رح تقدر تعمل شيء بأموال المودعين؟ بدي أسأل الشيخ سامي، مشروع اللامركزية الإدارية وين صارت؟ أنا ما عندي سؤال، عندي عتب على الشيخ سامي. بدنا مصداقية وشفافية، وما فينا نكب تصريحات وما إلى وجود وما إلى أساس. في حكي كتير بس ما في فعل. وبعدين قبل ما نتوجه نحن للناس التانيين، يعني يلي منوا من نفس الخط المعارض والسيادة، خلينا السياديين يتفقوا مع بعضهم، لأنه في كذا خطاب بالبلد. يعني بدي يطلع رئيس لأنه وطني وقلبه على بلده وعلى شعبه. استاذ سامي، اذا بدي اتوقف قبل ما نفوت بصلب الحوار عند اللي سمعناه من اراء المواطنين، لا سيما اخر شيء بدنا نشوفك رئيس جمهوريه، الموضوع قابل؟ لا سيما انه في حكي دائما بيطلع عن زيارتك لفرنسا انه الفرنسويه مرشحين سامي جميل، او في طموح او رئيس لأي جمهورية. إذا جمهورية مخطوفة بيكون الرئيس يعني ما بتعمل رئيس بالأساس. إذا جمهورية مخطوفة ما فيك تعمل رئيس وتحررها من الخاطفين، ما بيخلوك توصل. إذا الخاطف ماسك القرار بالبلد، ونحن شايفين اليوم أنه عنا جمهورية مخطوفة، وبالتالي أي إمكانية ل أنه العملية الديمقراطية تنتج شيء إذا بدك مفيد للبلد ما رح يخلوه يصير. لما بتقول الجمهورية مخطوفة من؟ ما مخطوفة من حزب الله بوضوح. نحن عايشين تحت وصاية جديدة، في حزب خاطف القرار اللبناني، خاطف قرار الحرب والسلم، خاطف الرئاسة، مانع الشعب اللبناني والمجلس النيابي من انتخاب رئيس جمهورية جديد، مانع الدولة والمجلس النيابي والحكومة بأنه تفاوض وتقرر ترسيم الحدود اللبنانية. وهذا شفنا كيف ترسمت الحدود خارج مجلس وزراء وخارج مجلس نواب وخارج كل ال كان في رئيس جمهورية حين الأطر الديمقراطية، أكيد لأنه بوقت الرئيس هو حليف لحزب الله، وبالتالي هو ينفذ ما يطلبه حزب الله. بس كل المحاولات اللي كان حزب الكتائب شريك فيها، فينا نقول من 14 أذار وكان عنده شهداء تاريخيا، لسيما يعني خيك شقيقك بيير الجميل والنائب أنطوان غانم، كله محاولات 14 أذار ومن ثم ثورة، وكله وكان في تضامن حين لوضع حد لحزب الله من قبلكم كقوة سيادية، فشلتوا فينا نقول لأنه ما تحقق. يعني ماذا يعني هذا؟ مهم كتير نحكي شوي صغيرة عن هذا الموضوع هيك تا الناس تقدر
تقدر تتصور نوضح له الصورة. في ما قبل 2016 وفي ما بعد 2016. شو تاريخ 2016؟ هو انتخاب الرئيس ميشيل. قبل 2016 كان في الدولة وكان في حزب الله. حزب الله عم بيحاول يحط ايده على الدولة، والدولة عم بتقاوم وضع اليد اللي عم بتصير عليها. شفنا هيدا الشيء بالاختيارات، شفنا هيدا الشيء بسبعة أيار، شفنا هيدا الشيء بالتعطيل الممنهج يلي كان عم بيحصل، لأنه كان في تصادم بين الدولة الشرعية وبين حزب الله. هيدا الشيء تغير بال 2016. بال 2016 تمكن حزب الله يحط إيده على الدولة، وبالتالي ما عاد في صراع بين الدولة وحزب الله بعد سنة 2016. أصبحت الدولة هي حزب الله وحزب الله هو الدولة. ومن ثم وللأسف أكثرية الأفرقاء السياسيين مشوا بهذه التسوية الشهيرة سنة 2016 اللي سلمت حزب الله مقدرات الدولة. نحن رفضنا هذا الشيء، رحنا على المعارضة، وتغير إذا بدك هذا المشهد ابتداء من 2019 بدءا بالثورة أكيد، ولكن بشكل أساسي بعد انتخابات 2022. يعني قصدك تقول إنه كان في قوى ساهمت بإنه حزب الله يصير هو الدولة مش هو لحاله؟ أكيد هو، وكمان هي نتيجة الاغتيالات والضغط السياسي والأمن اللي كان عم بيصير على كل الناس. بس مهم إنه نعرف إنه بين 2005 و 2016 كان في صراع بين حزب الله والدولة. بال 2016 انتهى هالصراع بوضع يد حزب الله على الدولة، وهذا الصراع رجع بال 2022 وقت خسر حزب الله الأكثرية النيابية بالمجلس النيابي، ورجع غير قادر على أنه يفرض رئيس جمهورية. واليوم حزب الله عم بيضطر يرجع يستعمل تعطيل الانتخابات تا يقدر يفرض الرئيس يلي هو بده إياه. فنحن اليوم أمام خيار، بدنا نرجع نخضع له مرة جديدة مثل 2016، أو بدنا نضلنا موحدين وواقفين سد منيع أمام تثبيت إذا بدك سيطرته على الدولة اللبنانية. هلأ أنتوا تعتبروا أنكم موحدين وواقفين سد منيع؟ بفتكر أنه ولا مرة كانت المواجهة مع حزب الله من وقت من 2016، يعني من وقت ما حصلت تسوية 2016 مثل ما هي اليوم. يعني من 2016 لليوم هيدي أكثر مرة بيكون عندك جبهة واقفة بوجه حزب الله، وهذا الشيء عم بيبين أولا من خلال تشكيل جبهة معارضة جديدة، تشكيل بلوك بمجلس النواب. هالبلوك عم يمنع حزب الله بأنه يقدر يقرر مصير الرئاسي، عم يمنع حزب الله من فرض سليمان فرنجية. هيدا البلوك تمكن بأنه يرشح جهاد أزعور ويعمل هذا التقاطع السياسي اللي أدى إلى أنه أفشل كل محاولات حزب الله إيحاء للمجتمع الدولي أنه هو بيقرر في لبنان. راح على الانتخابات جاب مرشحه 51 صوت، جاب مرشحنا 59 صوت، وهيدي ما لازم نستهين لأي مدى هيدي الخسارة كانت مدوية ومزعجة وتقيلة على اتجاه كل الشركاء الدوليين والأقليميين، أنه حزب الله خسر بالأرقام أمام ناس. ضد مين خسر؟ خسر قدام ما حدا، قدام كان ناس. في ناس عم تشتغل، عم تجمع أصوات، عم تعمل تقاطع، عم بتنقي مرشح، عم تدعم هذا المرشح، عم بتأمن له عدد الأصوات الكافية تقدر يجيب أكثر من مرشح حزب الله. فأنا بعتبر أنه ترشيح جهاد أزعور كان من أهم الخطوات اللي قامت فيها المعارضة لمحاولة فرملة محاولة حزب الله بالوضع اليد على الرئاسة اللبنانية. انطلاقا من يلي عم تقوله، حضرتك كان عندك موقف بتقول لتحالف معارض عريض يتخطى أو يتجاوز المعارضة البرلمانية، وبالتالي يلتف حول رؤية مشتركة حتى يخلق توازن بوجه حزب الله. لما بتحكي عن هالشي، بلشت الخطوات العملية لخلق معارضة عريضة، وهل تتضمن أو بتضم التيار الوطني الحر؟ مش مطروح هلأ ضم التيار الوطني الحر للمعارضة. التيار الوطني الحر عنده مسار لازم يعمله تيوصل لمحل يكون موقفه السيادي من حزب الله مثل موقفنا. ما هو بعد ما وصل له حزب الله بلش، أو التيار الوطني الحر بلش بمحل بعيد.
قرب شوي بس بعده بعيد عن اللي نحن محلق له. بس يعني بآخر خطابات في هجوم على الحزب وأدائه. في تمايز، في تقدم ملحوظ بالموقف وبالتمايز مع حزب الله، وهذا شيء نحن منشجعه ومنلاقيه أمر إيجابي. مش أنه كل شيء لا ما بيسوى وما بدنا وإلى آخره، لا مش أنه عنزي ولو طارت، لا نحن عم نجي نقول أوكي نحن شايفين الخطوات اللي عم يخدها الطائر الوطن الحر، نحن ملاقيين هالخطوات إيجابية ونحن منشجعه يكمل فيها، ولكن حتى اللحظة غير كافية. وراح أشرح ليه طيار وطن الحر عم بيقول أنه هو ضد وحدة الساحات، وعم بيقول أنه نحن ما لازم نربط مصيرنا مصير غزة، هي موقف كتير منيح ومنشجعه يكمل. ولكن لو ما وصل بعد طيار وطن الحر إلى مرحلة يقول نحن نرفض يكون في سلاحين بلبنان، ما وصل لمرحلة يقول بدنا نوحد السلاح بيد الجيش اللبناني، ما وصل لمرحلة عم بيقول يجب على حزب الله ما بقى يتفرد بقرار سلم الحرب، قرار سلم الحرب لازم يكون بإيد الدولة اللبنانية، ما وصل بعد لهذا المحل الطيار الوطني الحر. نهار اللي بيوصل لهذا المحل ونحن منشجعه يكمل تيوصل لهذا المحل، بيصير في إمكانية نقدر نعمل شيء نحن وياه. اليوم بالوقت الحاضر بالخطاب الحالي بعد هذا الشيء منه كافي، نحن بنتمنى هالمسار يكمل ليوصل للمحل اللي نحن بنتمناه، بس لحديت هلا بعد ما وصل. بس النائب عن الكتائب الياس حنكش بيقول انه تواصل مع احد نواب التيار الوطني الحر ليشوف رايهم بموضوع حزب الله، واذا كان ايجابي لتتلقف عندها المعارضه موقف التيار ويبنوا على اساسه. يعني في عمل بهالاتجاه. نحن من وقت ما حصل تقاطع على جهاد أزعور يلي هو اكبر صفعه لحزب الله، برجع بذكر هذا الشيء ما كان حصل لو من تواصل كتائب لبنانيه مع التيار الوطني الحر. خلينا نبلش، نحن التواصل مع التيار الوطني الحر بدا من هيدي اللحظه يلي هي قصه التقاطع، واستمر هذا التواصل ونحن عم نشجعهم بالاتجاه اللي هلا هن ماشيين فيه. نحن اللي عم نجي نقوله انه نحن عم نحكي معهم، عم نشجعهم بهذا الاتجاه. بعدهم لحديت هلا بنظرنا نحن موقفهم، ونحن بننطر موقفهم، عم نتابع مواقفهم السياسيه، ونحن بنظرنا في تحسن، ولكن بعد ما وصلنا للمحل يلي نحن بيسمح لنا انه نقدر ننتقل مرحلة جديدة. عظيم. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بيقول الأحد أو يناشد القوات والكتائب باسم آلاف الشهداء وعلى رأسهم بشير 10452 والمرضى وفرنجية، تعون بيقول تعون حط سوى خط أحمر عريض تحت الوجود والشراكة المتناصفة ولبنان الكبير، ونبلش من هون. يعني كمان أي وجود وأي مناصفة وأي شراكة إذا في واحد معه سلاح وكل البقية معه، بلكي إذا ضمنتوا وتكتلتوا كلكم بتصيروا سد منيع. لا ما رح صار. النهار يلي التيار الوطني الحر وجبران باسيل، وزير جبران باسيل بالكلام بيطلع بيحكي هذا الكلام وبيزيد عليه سيادة لبنان أنه الشراكة مرتبطة بأنه ما يكون في ناس معهم سلاح وناس ما معهم، وانه رفض انه يكون في اي كان في لبنان بيمتلك ميليشيا وعم بيقدر يتحكم بمستقبل البلد، ساعتها انا بعتبر انه بيصير واجبي اني اتجاوب مع دعوته. مع العلم بدي اذكر انه نحن خلافنا مع التيار الوطني الحر لا يختصر فقط بموضوع السلاح، نحن عندنا خلاف بكل اداء سياسي والاقتصادي والاداري بالبلد، هذا ملف كبير. بس هلا نحن عندنا اولويه اسمها موضوع تحرير البلد. كل واحد اليوم مستعد يعمل معنا معركه تحرير البلد، عندنا واجب هلا نمد له ايدنا. وبمرحله اخرى وقت البلد يصير محرر يمكن نرجع نختلف نحن والطيار، يمكن نرجع نختلف مع حيالله واحد من افريقيا اللي عم نتعاون معه اليوم على اداره الدوله، على الخطه الاقتصاديه، على المشروع السياسي. هلا بالنسبه لنا اليوم ما فيك، يعني اعطيك مثال الشراكه، النظام السياسي، الاقتصاد، كل هالامور هي عم يحكي عن الوجود المسيحي والمناصفي. ما عم بحكي الشراكه، الوجود المسيحي والمناصفي وال 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 كلهم هول امراض بجسم مريض، امراض بجسم مريض. المشكله انه هالجسم المريض مخطوف، طب ما انا قبل ما داويه ما بدي رده لهالجسم هذا تبلش اعمل له عمليات جراحيه واعطيه ادويه واحط له مصل، مش موجود هذا الجسم. عم نجي نحن البعض عم بيطالب بدنا نسترده مخطوف منه هون.
اذا انا اليوم بدي ظبط بال 2013 ساهموا باعطاء حزب الله البلد، بلكي اذا تعاونتوا اليوم قبل ما يتحرر هالجسم المخطوف بتحرروه انتم. ما انا ما انا عم بيجي اقول بدنا نحرره، هيدا اللي عم اقوله، اول شيء بدنا نحرره وبعدين بنظبطه. يعني بحاجة. انا قبل ما يجي يقول لي بدنا نشوف شو بدنا نعمل بالنظام السياسي وشو بدنا نعمل بالشراكه وشو بدنا نعمل بالاقتصاد وشو بدنا نعمل بكل هالاشياء هي، اول شيء بدي استرده اذا قادر اتفق انا وياه انه نحرر المخطوف وبعدين مستعدين نحكي بكل الامور الاخرى، بس في اول خطوه بدنا نسترد المخطوف. يعني اعتبر اليوم نسترد المخطوف، اعتبر اليوم عندك انت شو عرفني انا واحد مخطوف بما بعرف اي بلد وساخن، بيقولوا له بدنا نطببه خلي. اوكي انا مستعد طببه، بس ردوا لي اياه تطببه. بس كيف بتردوا؟ كيف بتحلوا؟ بدنا نتوحد كلنا سوا نشكل هيدي الجبهه العريضه. هل ينظر، هل يعتبر التيار الوطني الحر ان لبنان مخطوف؟ هل يعتبر التيار الوطني الحر انه في مين عم بيقرر عن كل اللبنانيين مستقبلهم؟ هيدي هي انا بدي هولي. وقت يوصل التيار لهون بيصير فينا نتعاون معهم على هول. من هلا لوقتها بدنا نشتغل باللي مقتنع معنا. مين اللي مقتنع معنا اليوم؟ هن القوى المعارضه يلي موجوده بالمجلس اللي عم تتعاون مع بعضها، نحن والقوات اللبنانيه والتجدد والتغييريين والمستقلين، بالاضافه الى مجموعه كبيره من اللبنانيين اللي هن منهم بالمجلس النيابي يلي لازم ينضموا معنا ويكونوا جزء من هيدي المعركه. ولهذا السبب عم نطالب بتشكيل جبهه عريضه تتخطى. بلشتوا العمل عليها؟ عم نشتغل عليها. قبل ما فوت باول فاصل اسمحي لي بس اقول شغله بهالموضوع، لازم الكل يفهم انه موضوع الجبهه العريضه وتشكيل توازن مع حزب الله هذا موضوع له علاقه بمصير لبنان، وهذا بيتطلب كل واحد يحط من حاله، كل واحد يحط من حريته ويحط من انانياته ويحط من مصالحه تنجح هذا المشروع. هذا المشروع لن ينجح اذا كل واحد بده يشتغل على راسه، اذا كل واحد بده يفكر لوحده، اذا كل واحد بده يفكر به هو شو بيطلع له بهذه القصة. لهذا السبب عم بدعي كل الأصدقاء للتخلي اليوم عن كل شيء ونفكر سوا كيف بدنا نبني هذه الوحدة تنقدر بمرحلة تانية نحقق طموحاتنا. مين بيكون قائد هالمجموعة؟ مش مطلوب يكون في قائد أو على رأسها. مش مطلوب يكون في قائد. رح ياخد أول فاصل ونتابع المحور الثاني، والكلام كثير عن جبهة الجنوب والداخل اللبناني أيضا. أهلا بكم من جديد لمتابعة المحور الثاني من هذه الحلقة التي أحاور فيها رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل. في الساعات الماضية نقلت وكالة رويترز عن أخبار تقول أن أمين عام حزب الله حسن نصر الله قال لقائاني الذي زار بيروت 3 مرات من وقت 7 أكتوبر لليوم أن حزب الله سيقاتل إسرائيل منفردا ولا داعي أن إيران تدخل بالصراع. كيف قرأ سامي جميل هذه التصريحات أو هذه المعطيات؟ أفتكر هذه رسائل، لأنه ترويتر تنقل عن مصادر، يعني في رسالة راحت وناطرين جواب عليها. رسالة من مين لمين؟ بقدر الإيرانية وحزب الله هم بعتوا رسائل للإسرائيليين والإسرائيليين بعتوا رسائل لحزب الله، كله هيدا من ضمن المفاوضات اللي عم تحصل اليوم وبكل هيدي الأجواء. بتخافوا أن تكون المفاوضات على حساب لبنان، يعني يتعزز نفوذ الحزب مقابل ربما يتنازل هو بمكان ما ويعطى حصة كبيرة في لبنان؟ أكيد هيدا، وحذرنا من هيدا الأمر مرارا وتكرارا عبر كل شاشات التلفزيون، أنه نحن منحذر من أي مقايضة بتأمن أمن إسرائيل على حساب تسليم بيروت لحزب الله. هل هناك من يسمع؟ مش مثل ما بدهم، نحن منا قاعدين وعم نتفرج، واي محاوله لازم يفهموا شغله انه هذا مستقبلنا بالدق عم ينلعب، يعني مستقبل عيالنا، مستقبلنا بهذا البلد، تاريخ عمره الاف السنين كله عم بينلعب هون. اذا حدا مفكره انه نحن رح تقطع معنا تسويه من هذا النوع هو مغلط كثير. نحن رح نكون بمواجهة أي تسوية جديدة ممكن أنه تهدد
مستقبلنا بلبنان. بس عم تقول حزب مسلح، وإذا أعطي أو صار مقايضة يعني في قوى دولية صراحة تكون داعمة لها المقايضة أو لها الشيء. سؤال هيك بسيط الناس بتسأله، أنه كيف بتكون تصدوا هالشيء إذا صار؟ يعني هوكستين زار مرارا لبنان، ما عرفنا بالضبط شو المطلوب، ولكن أنتوا اجتمعتوا بكرة بشوف فيه. يجربونا بكرة بشوف. سمعتوا بالخمسة تطمينات أو لا بعد الأمور ماشي هيك؟ في تطمينات منصدقها، نحن حذرين من كل شيء. تطمينات فرنسية أو أمريكية؟ من كل شيء، كل المجتمع الدولي بيطمن أنه لا أبداً نحن منقبل وما منقبل، بس ولكن نحن ما منتكل إلا على حالنا بالنهاية. عشنا أيام صعبة بالماضي وتعلمنا أنه ما نتكل إلا على أنفسنا، وهذا اللي عم نحاول نعمله. بس أنت برأيك اليوم أداء حزب الله منه مقبول؟ نسبة لا إذا بدي أخذ شو بال 2006 كان في حرب، اليوم الحزب عم بيرد ردود فعل يعني منقيون، ما عم بيجر لبنان إلى حرب أوسع ربما؟ حزب الله عم بي يعني ما بدك حتى يساند، حزب الله عم بيغش اللبنانيين وعم بيغش الفلسطينيين. كيف؟ عم بيغش الفلسطينيين لأنه عم بيوهمون أنه هو عم بيفتح جبهة لمساندة غزة، بس عملياً هذه الجبهة مضبوطة لدرجة أنه ما بتأثر بشيء على حرب غزة. والبرهان بعد كل الدمار اللي صار بغزة، كل هاي الجبهة الجنوب ما كان لها طعم بشيء. والمشكلة أنه القتلى اللي راحوا ضحية مخطط ما عطي نتيجة، لأنه هو أولاً حسن نصر الله أعلن الهجوم على إسرائيل. شو هي جبهة المساندة؟ شو هي منطق إلهاء إسرائيل؟ مش هو عم بيقول فتح الجبهة بثمانية أكتوبر؟ شو يعني هو هجم؟ مظبوط؟ لازم نستعمل العبارات المظبوطة. حزب الله أخذ قرار بثمانية يهجم على إسرائيل، نعم، مش يدافع عن لبنان. أخذ قرار بثمانية يهجم على إسرائيل ليه؟ تيلهي إسرائيل. يعني قرر حزب الله أنه أنا بدل ما غزة تأكل 30 أزيفة رح تأكل هي 25، أكل خمسة عنا أنا. يعني هو عمليا بمنطق اللي هو حكى عنه عم بيقول أنه استجر الدمار على لبنان. هو عم بيقول، مش أنا عم بقول، بمبادرة منه. يعني هو فتح هجوم تيستجر رد إسرائيلي تيلهي إسرائيل عن غزة. عمليا ملهي حزب الله إسرائيل عن غزة، لأنه غزة تدمرت، وما بفتكر أنه خف الضغط على غزة من وقت ما فتح جبهة الجنوب. وتاني شيء تدمر الجنوب، فعملياً المخطط تبعه فشل من كل النواحي تبعه. بس الملفت باللي بيقوله هو أنه عم بيقول شغلة متناقضين مع بعض. عم بيجي يقول أنا فتحت جبهة مساندة لساند غزة وإلهي إسرائيل، يعني إلهي فيه، يعني جيب الطيارات على لبنان، وبيرجع بيبيع اللبنانيين هو عم يدفع عنه. عن كيف لبنان؟ أصدق عن لبنان؟ عن لبنان. كيف يعني؟ كيف أنت بتقرر أنه تجيب الإسرائيلي لعندك وبترجع بتقوله للبنانيين أنا عم بحميكم منه؟ ما أنت جبته، وأنت عم بتقول أنه جبته. مش أنه الإسرائيلي، هو عم بيقول أنه أنا فتحت جبهة مساندة لإلهي إسرائيل، مش أنا. يعني هو عم بيقلنا انه انا جبت اسرائيل تتقصف لبنان. هو عم بيقول ملاقيه بموقع، وبيرجع بعدين بيقول للبنانيين انا عم دافع عنكم. عمليا الجنوب عم بيتدمر، في لبنانيين عم بيستشهدوا، في مدنيين عم بيموتوا، في اطفال عم بيموتوا بجنوب لبنان. بسبب شو؟ بسبب قرار حزب الله بفتح جبهة الجنوب بثمانية أكتوبر. بس من خلينا نكون واقعيين وواضحين. ليه؟ لأنه من سنة 2006 لليوم، من حرب تموز لليوم، في شيء اسمه قواعد اشتباك. مين اللي كسر قواعد اشتباك؟ الحزب بيقول إنه إسرائيل. هو كسر قواعد اشتباك. ما هيدا جزء من قواعد اشتباك. ما هي شو هي قواعد اشتباك؟ إنه بقصفك بشبعة، ما بتخطى هيدا المحل. أنت أوكي طير فوق لبنان ماشي الحال، اخترق ببعض المحلات ماشي الحال، انا بقصفك بعض المحلات الى اخره. بس هذه هي قواعد الاشتباك يلي حددها هو واسرائيل، وملتزم فيها هو وملتزم فيها اسرائيل. والملفت بالقصة بيحكي عنه هو،
يعني وقت يطلع على التلفزيون بيقول لازم نرجع قواعد الاشتباك. قواعد الاشتباك شو هي؟ هو اتفاق بينه وبين اسرائيل انه انت ما بتتخطي هيدي الحدود وانا ما بتخطى هالحدود. هي قواعد الاشتباك. طب كيف عم تقرا هذه التناقضات؟ انه فتحت الجبهه بس خلينا نرجع على قواعد الاشتباك. انا جبهه مسانده. هل هو عم بيطلب مربك اليوم ومأذون؟ السيد حسن نصر الله باخر مقابله طالب اسرائيل بالعوده الى قواعد الاشتباك. بس بتلاقيه مأذون اليوم. صراحه ست منى في بالاحزاب الشموليه اوكي بالاحزاب الشموليه في قدره على غسيل الدماغ او قدره على اقناع الناس باشياء ولا ممكن واحد يقتنع فيها انه مثل على ايام الحزب النازي وعلى ايام ميسوليني والى اخره يقنعوا الناس انه والله لازم هذا الشعب نبيده وهذا منهم هو اللي منهم بشر والناس تصدق. نحن اليوم مشكلتنا انه انا حزب شمولي عم بيطلع يكب بروباغندا لازم الناس تصدقها مع تناقضاتها. نحن احرار. نحن عقلنا حر وفكرنا حر وما حدا رح يقدر يقنعنا باشياء ما حدا ممكن يقتنع فيها. حضرتك برأيك الحزب قادر يفتح جبهة وما فتحها أو هو عاجز عن فتح جبهة؟ نفهم الموقف. الحزب بيهمه شغلتين. بيهمه أولا يقدر يسوق بالرأي العام العربي أنه الوحيدين يلي وقفوا إلى جانب الفلسطينيين بهذه المعركة هو محور ممانعة بقيادة إيران. هيدا هو هدف فتح جبهة المساندة. ولا هدف ولا هدف فتح المساندة هو عمليا تحرير فلسطين انه بيعرفوا انه هيدي رح تؤدي الى دمار حزب الله. هن بيعرفوا كثير منيح انه ما عندهم هاي القدرة. هن كل اللي عم يعملوه هلا هو تتقدر ايران تسجل نقاط على الانظمة العربية وتسجل نقاط بالمجتمع العربي بشكل عام وتقدر يقدر محور الممانعة بالمنطقة هيدا يقوى. هيدا هو هدف حزب الله من فتح جبهة المساندة، مش إنقاذ حماس ولا إنقاذ الفلسطينيين ولا دولة فلسطينية تحقيق دولة فلسطينية حرة. لا، الهدف هو تسويق محور الممانعة بالرأي العام العربي. هذا هو الهدف. بس ما دروا. مشان هيك هن عم بيختصروا على اللي عم بيعملوه هلا. مشان هيك عم بيقولوا إنه ها هي خي ما تفهمنا غلط و. ونحن ها هي قصة حدودة وإلى آخره ما تتخطى حدود معنا لأنه نحن نتخطى. يعني كأنه فتح جبهة بس هيدي لازم تمشي الإسرائيلي يمشي على الريتم تبعه. يعني إذا هو فتح جبهة شوي لازم إسرائيل شوي مش أنه هو فتح شوي إسرائيل رح تستفيد منها كرمال تدمر جنوب ما عم تعمل اليوم. هيدا هو سوء التقدير تبع حزب الله وهيدي الجريمة اللي عم بيرتكبها لانه ولا بده يحرر القدس ولا بده يحرر فلسطين ولا بده يهجم على اسرائيل بده بس يلهيها. فنحن هلا الهيها وبلا طعمه. هو عمليا هلا نحن عم ندفع ثمن اقتصادنا وشهداء ودمار بجنوب وهجره 100,000 لبناني هجروا من بيوتهم من كل الطوائف ومن كل المذاهب كله كرمال تنقدر نحن نلهي إسرائيل يلي ما التهت لأنه بقيت عم بتدمر يلي عم بتدمره بفلسطين. تخشى من توسع الحرب أو معتبر أنه اللعبة مدروسة؟ منها مدروسة لأنه يعني إذا إذا شاف الإسرائيلي أنه عنده فرصة يأذي لبنان رح يأذي لبنان. عم نعطيه حجة لا يأذي لبنان. عم يأذي اليوم ورح يكمل عم يأذي وعم ناخد مخاطرة نحنا بمستقبلنا بهذا البلد. ما بكرة أعطيك مثلا إذا بكرة إسرائيل قررت هيك تقصف شي محل بنية تحتية استراتيجية للبنان شي معمل كهرباء شي خبرين من هذا النوع بتكون ردتنا 20 سنة لورا. نحن من دون شي هلا ما عنا شي. يعني بعد عنا هالكم ساعة كهرباء عم تجي من الدولة بنقضي عليها ساعتها بنرجع على الصفر على الآخر. يعني عنا كم جسر نقضي عليهم. توقفتوا عن الصاروخ اللي سقط بحراجل ولو مش مقصودة يمكن كانت حراجل. نحن ناطرين شيء من الدولة تخبرنا شو قصة هالصاروخ. شو المطلوب اليوم بما يحصل بالجنوب؟ تطبيل 1701 1559 العودة إلى اتفاقية الهدنة. المطلوب استعادة لبنان سيادته. من مين عم تطلب هالشيء؟ من المجتمع الدولي. تطبيق 1701 و1559 وهولي بيجوا بالتوازي مع بعضهم.
بدنا نوقف الحرب بجنوب، بدنا نطبق القرارات الدولية بشقين 1701 يلي بتنظم عملية وقف الحرب بجنوب لبنان وبتحط لها آليات تنفيذها، وال 1559 يلي بتأمن للدولة اللبنانية تستعيد سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، حل الميليشيات اللبنانية والغير اللبنانية لتستعيد الدولة اللبنانية قرارها وتستعيد هيبتها وتستعيد سيادتها على كامل أراضيها. هيدا الشيء اللي بالنسبة لنا بيخلينا نأمل بالمستقبل. كل شيء خارج هيدا الإطار هو تأجيل للمشاكل وهو توريث هذه المشاكل لأولادنا. يعني كل شيء اليوم نعمله تسوية مؤقتة عم نأجل الموضوع، عم نأجله لشو؟ تيحملوا مين؟ تيحملوا أولادنا، لأنه هاي المشاكل رح ترجع تنفجر بوجنا سنة الجاي أو السنة اللي بعدها أو السنة اللي بعدها. نحن منا مستعدين، وبحكي أنا يمكن لحلك شغلي، في سياسيين بلبنان بيطلعوا لأنه بيكونوا كبار بالعمر أو شيء، بيقول لك هي أنا بعد عندي 5 سنين قدامي، بصير يفكر على 5 سنين. تبع 5 سنين أوكي يمكن تقدر تعمل لك كم ضربة، هيدا تفكر ب ل30 سنة لقدام، بدك تفكر بالأجيال الجاية، بدك تفكر بالمستقبل البعيد، ما فيك تفكر على 2 و3 و4، بدك تفكر لأبعد من هيك. أنا الخوف تبعي ست منى أنه بالوضع يلي نحن عايشين فيه اليوم، بوضع اليد اللي صايرة، بظل الاقتصاد الموازي اللي عم بياكل أكل اقتصادنا الشرعي، عم بياكلوا أكل، بظل هريان الدولة، هريان القضاء، هريان المؤسسات، هريان كل المقومات الدولة، أنا الخوف تبعي الهجرة يلي بلشت من فترة ومستمرة لحديث اليوم تغير وجه لبنان، ولبنان اللي رح تلاقيه بعد 3 4 5 6 7 سنين ما رح يعود نفس اللبنان يلي نحنا عايشين فيه اليوم، بشكل أنه الناس اللي مثلك ومثلي اللي عبالهم يعيشوا يومين مثل الخلق رح يفلوا من لبنان، رح يفلوا. أنا بالنسبة لي هذا هو الخطر الأساسي، مشان هيك عم بيجي يقول ما لازم نأجل، لازم نخلق هيدي الجبهة، ولازم نحط حزب الله أمام مسؤولياته، يا بده يعيش معنا بدولة وحدة يا يعمل دولته لوحده، لأنه نحن منا مستعدين نعيش بدولة وحدة. أوف، لم تقول يعمل دولته وحدة، يعني دولته عم تمشي لوحدة مع المطالبين الفيدراليين. ليش يعني من قال فيدرالية؟ لا، أنه يعمل دولته. شو يعني يعمل دولته؟ يعمل يصير فيه لبنانين، يعمل جمهوريته، هو عاملها أصلا يكمل فيها، بس خلينا نحن نعيش مبسوطين. أنه يا بدي أعيش أنا تحت جزمته، وأنا أحكي أنا عم بحكي نحن كلبنانيين من كل الطوائف. اليوم عنا حزب خاطف كل بقية اللبنانيين، مسيحيين وسنة وشيعة ودروز، يلي منهم موافقين على طريقة شغله، خاطفنا حياتنا كلنا. نحن عم نجي نقول لا حزب الله، نحن منا مستعدين نبقى تحت وصايتك، ومنا مستعدين نعيش مواطنين درجة تانية عندك. يا أما بتقبل بمشروع الدولة يلي دولة 10452، دولة القانون يلي كلنا سوا تحت سقف القانون، تحت سقف الدستور، كلنا متساويين بالحقوق والواجبات، يا أما بدك تضلك معيشنا بالقهر. نحن خيمنا مستعدين نعيش بالقهر، لأنه هالعيشة بالقهر عم بتفرغ لنا بلدنا من كل الطاقات يلي رح تسمح لنا بالمستقبل نرجع نبني لبنان. لا عم تقوله حلو كتير، ولكن اليوم حضرتك قريب من الفرنساويين في زيارات دبلوماسية أو سياسية متكررة، كان في ورقة فرنسية قدمت وصفها وزير الخارجية ورئيس الحكومة أنه بتعطي إسرائيل أكثر من لبنان. آموس هوكستين إجا على بيروت والتقيته فيه، وقيل أنه يعني دائماً أو الذين يلتقونه أنه هو همه الإسرائيليين بشمال إسرائيل يرجعوا. ألا تخشى من أنه الدول تعطي الحزب أكثر؟ عتبتهم؟ تحدثت معهم بهالنقاط؟ حذرتهم أنه بكل هالأوراق وبكل هالمفادين ما حدا عم يجيب سيرة سيادة الدولة. الكل عم بيركز على وقف وقف الصراع بالجنوب، انسحاب حزب الله، وقف إسرائيل، توقف تنتهك الحدود شو بيقولوا لك لما الجوية تبع البلد وإلى آخره، وكل المصاري اللي عم ينحكى فيه بالجرائد وإلى آخره. أنا عم بجي إنه خي هذا كله كتير منيح، وإن شاء الله توصلوا لنتيجة تقدروا تحققوا هذا الموضوع، بس نحن عنا هاجس يلي هو مستقبلنا بهذا البلد، لأنه إذا لبنان ما استعاد حريته وسيادته
نحن بالنسبة لنا لبنان رح يضلوا بحالة استنزاف، والمشاهد اللي عم نشوفها اليوم رح نرجع نشوفها بعد سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة. رح توقف مع فاصل تاني ونتابع المحور الثالث بعد قليل. أهلا بكم من جديد لمتابعة المحور الثالث والأخير من حلقتنا لهذه الليلة، أحاور فيها رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل. أستاذ سامي، رح روح على كنا حكينا شوي عن الرئاسة، ولكن رح أرجع هلأ على الرئاسة. النائب جبران باسيل لأن تحدثنا عنه قبل شوي، دعي البطرك الراعي أنه يدعي القوى المسيحية القادة يعني إلى بكركي للاجتماع، وفي معطيات أنه صار اجتماع الأسبوع الماضي ببكركي شارك فيه ممثلين عن القوى المسيحية. هل حضرتك مستعد تشارك ببكركي إذا دعاك البطرك مع القوى المسيحية؟ وقتها يدعيني، وقتها يقول لي شو جدول الأعمال بجاوب. هيك بالمطلق هيك ما. الحوار مش مفيد بكل حالاته؟ نحن موجود الحوار، قلت لك عم نحكي مع كل الناس. مش قاطعين نحن التواصل مع اي حدا. طيب بعدكم متمسكين بجهاد أزعور؟ لان كنت عم تقول لي هي صفعه كانت للحزب. بعدنا اليوم ليش سامي جميل رفض حوار الرئيس نبيه بري، وكنت اول مين رفض وفاجأت المجتمع اللبناني طرح او مبادره كتله الاعتداد اللي هي الاعتدال اللي هي تشاور مش حوار؟ ما رفضتها، اعتبرت. شو بتفرق عن هديك؟ ستنا ما هي المشكلة بهالاشياء هي انه الكل عم بيحاول يمرق نقاط على بعضه. اوكي، سيروا بعض. وهيدي المبادرات كلها والمواقف اللي عم تطلع بكل هالمواضيع كلها هدفها انه الحق عليه مش علي، وها شفته هو اللي عم يرفض الحوار، وهو اللي عم يرفض انه يحكي مع الاخر، وهو كذا. كل واحد هدفه يمرق نقاطه. انا صراحة ما إلي جلادي كل هيدي تضيع الوقت وكل هالشيء ما له عازه بالوقت يلي المطلوب واحد. مطلوب واحد، في فريق بلبنان معطل انتخاب رئيس جمهوريه في لبنان اسمه حزب الله بطريقتين. اولا من خلال تطيير نصاب الجلسات باستمرار، كل ما نوصل تنوصل على الدوره الثانيه تنتخب بيعطلوا الجلسه. هاي الطريقه الاولى. والطريقة الثانية برفضه يحكي بمرشح ثالث. بس بلكي بالحوار بيحكي، ما انتو عم تجزموا سلبا. يا ستنا شو عم نلعب بيت بيوت؟ انه هلأ مصير البلد انه نحن ما بنحكي بمرشح ثالث، لما تجوا تقعدوا معنا على الطاولة شو هالحكي؟ يجي يقول لنا انا مستعد احكي بمرشح ثالث، انا روح نقعد معه على الطاولة. في قهوة من هيك؟ بس انه هو بده انه يضيع وقت ويلهينا باشياء بقى العازي بالوقت يلي نحن كمعارضة اولا حضرنا كل جلسات الانتخاب وأمنا النصاب لكل الجلسة. ثانياً كان عندنا مرشح للمعارضة قبلنا نسحبه ونروح على مرشح وسطي اسمه جهاد أزعور كرمال تنفتح باب الحوار مع الآخر. الآخر سكر الباب، مش ما عمل مثلنا. كان بيقدر يجي حزب الله يقول أوكي أنتوا سحبتوا ميشيل معوض، أنا رح أسحب سامي فرنجية، أنتوا طرحتوا جهاد أزعور، أنا رح أطرح واحد تاني. أوكي، يمكن أنا فيه، يمكن نحن نقنع بجهاد أزعور، وما أتنا أنا بالتنم لقي واحد تاني. انتوا مستعدين؟ مش اللوجيك هيك بتقول؟ طيب هو شو عمل؟ انا عندي مرشح اسمه سامي فرنجيه، بتحبوا تنتخبوه او بتحبوا نحكي نشوف كيف مع شو معقول نعمل تنتخبوه؟ يعني ما عم بيجي يفتح باب لحديت هلا ولا الرئيس بري ولا حزب الله بانه هو عنده استعداد يبحث بمرشح ثالث. بس كان في تصريحات. انا نهار يلي نهار يلي حزب الله والرئيس بري بيطلعوا بيقولوا تعالوا نحكي بمرشح ثالث، انا رح اطلب من المعارضه نروح على الحوار. بس كان في بس طالما ما في هذا الالتزام، يعني عم بجرونا كرمال يستهلكونا بعد زياده. خلينا يعني تكون امور واضحه. ليه عم نتكبر؟ في تصريحات ليش متمسكين مشان كمان يعني بالسياسه بشدوا؟ وليه نحن ما عملنا زيت شيء؟ لانه في تصريحات سابقه انه فلنجلس للتوافق على الرئيس، في اي تصريحات طالعه يعني بالسابق. طيب خليني اروح، هل الخماسيه تامل منا خيرا انه تقدر تلين لهم موقفهم او تخليهم يفكروا مثل عم تفكر؟ ما بفتكر انه الخماسيه هي مرجعيه حزب الله. لانه عم يزوروا الرئيس حزب الله بغير محل. بس عم يزوروا الرئيس بري. الرئيس بري. طب هل طلب؟ رح خبري خبريته للرئيس بري. الرئيس بري
عنده علاقة مع الأمريكان، عنده عائلة بأمريكا، عنده مصالح بأمريكا، عنده مصالح مع المجتمع الدولي بشكل عام. الرئيس بري بده يسير هون لأنه ما في زعله، وبنفس الوقت عنده فوق راسه حزب الله وسيف حزب الله مسلط على راسه يلي كمان ما بيقدر يزعله. فالرئيس بري قاعد بمحل عم يشوف كيف بده يعمل، عم يشوف كيف بده يعمل، طيب يزبط من هون ويزبط من هون. بس هيدي هلا رح ينبسط منك انه عم تبرر له. مش عم برر له، عم بحكي الحقيقه. هاي هي الحقيقه. رئيس بري قاعد بهذا المحل بده يقنع هولي انه هو عم بيشتغل بشكل ايجابي معه، هول بده يقنع هوليك زيت الشيء. فعمليا ست منى القصه كلها واقفه عند اراده حزب الله ب رح اقول لك شو القبول بانه ما يفرض على اللبنانيين ارادته ومشيئته. هيدي هي القصه كلها. هل حزب الله بده يضلوا بمنطق انا بقرر وبفرض البديه، او بده ينتقل الى منطق انه انا ما في افرض، لازم احكي مع بقيه اللبنانيين تلاقي حل وسط انا وياهم. هيدا هو يلي اليوم لحد هلا حزب الله رافضه. حزب الله بعده بمنطق انا عندي مرشح مثل ما فرط ميشيل عون مرت الماضيه ضد اراده كل اللبنانيين. انا بدي اذكر انه ترشح حزب الله جنرال عون بال2013 كان دكتور جعجع ضده، سعد الحريري ضده، نبيه بري ضده، نحن ضده، وليد جمله ضده، كل العالم ضده من عدا حزب الله. انتهت فيه العملية، الكل معه من عدا حزب الكتائب. هلأ هاي المرة خايف من تكرار السيناريو. هاي دي المرة إلا حزب الله أنا بعمل زيت شي، بقعد بنته وبعطل لحديث ما الكل يجي بالآخر اللي. بس هالمرة لما بسأل عن الخماسية، لأنه في كلام أنه في دول ما بدها مرشح ثنائي سليمان فرنجي، هل تعول على ذلك؟ يعني يقال أنه السعودي مش مع، القطري مش مع، الأمريكي ربما مش مع، يعني عندهم قائد الجيش جوزيف عون أولوية يتقدم على سليمان فرنجي دائما بحسب المعطيات أو لا؟ الموقف الدولي والأقليمي رهينة أولا مين الحكومات يلي حاكمة بهالدول يلي بتتغير مع الوقت، ثانيا رهينة المصالح الحيوية لهذه الدول. يعني اليوم كل الدول لها مصلحة ما يصير في حرب وتخلص الحرب بين إسرائيل وحزب الله. إذا الثمن هو الرئاسة بلبنان ثمن صغير. أنه بالنهاية يعني لا تعول ما فينا نحن نشكر، يعني أكيد نشكر كل الدول يلي أخذ موقف رافض لسيطرة حزب الله على لبنان، كتر خير وما هم قولها. بس تقلك انه انا هيدا هو الشيء اللي بدي نام على مخديتي مرتاح شيء، انه هيدا هو الشيء اللي حاميني وحاميلي مستقبلي ومستقبل اولادي بلبنان. لا، عندي شغل انا لازم اعمله كلبناني. انا عندي شيء بدي اتحمل مسؤوليته، بدي شكل اطار يقدر يوقف ويواجه ويناضل ويرفض ويمنع انه لبنان يصفي دوله ساتليت لايران بالمنطقه. يوم بلشت الخماسية بجولة على بعض المرجعيات أو القيادات، هل طلبت موعد منك وفي لقاء؟ طيب هل في تحضير لزيارة إلى قطر لأن زار معاون سياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل؟ وقيل أيضا أنه في مجموعة من القادة رح يطلع لهم دعوة على قطر. نحن تواصل مع كل الجهات الدولية والأقليمية، ما في حدا معنا تواصل نحن وياه، أو عبر السفارات بلبنان أو عبر العلاقات اللي عنا إياها بالخارج عبر جهاز العلاقات الخارجية بحزب الكتائب يلي فاتح قنوات اتصال مع كل الناس. فنحن يعني عم نتابع مع كل هالناس، بس اليوم تركيزنا هو على الداخل. المرشح الرئاسي سليمان فرنجية بيقول أنه لا رئيس من دون رضا المقاومة، وبيقول احترام الدستور واجب لا يمكن أن نتعاطى معه باستنسابية، أتمنى حصول الانتخابات الرئاسية اليوم قبل الغد، وبينقهروا من مرشح ناجح أو من رئيس ناجح. بس لما بيقول لا رئيس من دون رضا المقاومة، يعني بطرح عليك سؤال، ليش ما بتكونوا براغماتيين وواقعيين وبتقعدوا مع الحزب لتوصلوا لنتيجة؟ هو سألت شيء مشابه بس هلأ انطلقت من كلام سليمان فرنجي. ستنا برجع بقول يعني ممكن نقعد ثلاث سنين بلا رئيس. إذا هدف البراغماتية
هو الخضوع. لا مش خضوع، تقعدوا معه. لا برجع بقول لك، وصل لك على نقاط. اذا الهدف من انه نكون واقعيين براغماتيين هو نخضع لحزب الله، هيدا شيء ما اسمه براغماتية ولا واقعية، هيدا اسمه استسلام. البعض بيعمل مكياج للاستسلام تحت عنوان الواقعية والى اخره، اما الواقع هو استسلام. وفي براغماتية واقعية انه نحن نقبل نقعد مع الاخر، نحن مستعدين نقعد مع الاخر، ما عم نقول ما بدنا نقعد، نحن مستعدين نروح على نقعد مع كل اللي مختلفين معه بحيلا لحظة. كل شيء عم نطلبه انه هالحدا يفرجينا استعداد بالوصول الى شيء وسطي. لحديت هلا هيدا الشيء مش موجود. عم بيطلعوا هن يقولوا نحن هيدا هو مرشحنا ومعنا مرشح اخر ومانا مستعدين نحكي بمرشح اخر، وبنفس الوقت بيقولوا لنا تعالوا نحكي. كيف يعني؟ بدك الناس تحكي؟ بدك تيجي تقول لهم انا مستعد لاقي حل معكم؟ يطلع اليوم، برجع بكرر ستمنى للمرة الألف، يطلع حزب الله والرئيس بري اليوم يطلع يقول نحن مستعدين نبحث باسم ثالث. اوكي، نحن مثل ما انتم سحبتوا ميشيل معوض، نحن راح نسحب سين فرنجي، تعالوا نروح نلتقى نحكي بمرشح اخر. نحن اول، انا اول حدا راح اشتغل للمعارضة تروح تروح على الحوار. في هيك عندي مجموعة أسئلة سريعة. كيف توصف أو تقيم العلاقة بين حزب الكتائب والنواب التغييريين؟ كتير منيحة، في التقاء على كل النقاط. ما مش كل النقاط، ما في حدا بس مش إنه في تباعد. خلينا نقول مش في تباعد. طيب، وزير الإعلام زياد مكاري قال إن القوات والكتائب كانوا جزءا من دخول وتغطية اللاجئين السوريين. هذا كلام تافه ما بدي أجاوب عليه كمان. طيب، قدمتوا حضرتكم كحزب كتائب، بس كمان في نواب آخرين قدموا طعن بالموازنة. بنفس الوقت حزب الكتائب رفض التوقيع على عريضة كان تيار الوطني الحر طالب أو عبي عدلة، لي يعني أنا غير راضي على أداء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. بس احكي لي شوي شو المشكلة بهالعريضة وبكل المنطقة طبعا. بدي أشوف رأيكم من أداء الحكومة، حكومة رئيس نجيب ميقاتي بغياب رئيس جمهورية، أنتم معه أو ضده؟ بس خليني أقول لك مشكلتي مع تيار الوطني الحر بها وبكلام جبران باسيل امبارح واليوم، مشكلة تيار الوطني الحر أنه معتبر مشكلة البلد هي مشكلة المسيحيين. نحن بنعتبر اليوم أنه المشكلة الأساسية هي أنه البلد مخطوف، وتقدر أنا أشوف كيف بدي أمن هيدي الشراكة، بدي أحرر البلد. المشكلة أنه موضوع تحرير البلد من موجود عند 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 جبران باسيل. نحن مستعدين نحكي بالشراكة، بس بدي احكي بالشراكه وقت يصير عندي وقت احرر البلد. بس يمكن يكون انتفى الدور المسيحي اذا ناطرين ليتحرر البلد، بلكي هيك عم يفكر انه بالتوازي خلينا نشتغل على هالموضوع. عن اي دور مسيحي عم نحكي اذا كان البلد مخطوف؟ رح اعطيك مثال كثير واضح وصريح وبيعني للرئيس للوزير باسيل. الوزير باسيل والجنرال عون كان عندهم 27 نائب و15 وزير ورئيس جمهوريه، في اكثر من هيك قوه مسيحيه بالبلد؟ لا. ولا مره هاجروا المسيحيين من لبنان قد ما هاجروا خلال الحكم المسيحي، حكم الرئيس عون. شو يعني نرجع بعدنا على نفس العديه؟ طيب. ما عم نفهم نحن انه طالما البلد مخطوف هيدي الشراكه وهميه، عمليا بيقرر بالاخر هو حزب الله. حتى اذا ضبطت الشراكه انت بين المسيحيين والمسلمين، القرار وين رح يكون؟ عند حزب الله ولا عنده ولا عند حدا ثاني؟ لانه هن وقت جابوا ميشيل عون رئيس جمهوريه عملوا شراكه، بس القرار وين كان؟ عند حزب الله. عملوا شراكه، عملوها. عم اقول لك جابوا 15 وزير و27 نائب ورئيس جمهوريه، اكثر من هيك؟ طيب، بس اذا كان عم ينتقد اداء الرئيس ميقاتي، هل هذا يعني انك ما مشيت معه، انك انت مع اداء الرئيس ميقاتي؟ لا، لانه انا مع محاسبة كل هالمنظومة. ما بدي أنا استفرد بحدا بمنطق أنه هيدا مستضعفه لأنه سني، لأنه هيدا هو يروح يحاسب، يعمل زي شيء مع الرئيس بري، بيقدر يروح يقدم نفس الشيء محاكمة الرؤساء والوزراء بالرئيس بري والرئيس ميقاتي. ساعتها تنجي نقول نحن عم نحاسب كل المنظومة يلي عم تشغل ساعتها. إيه أنا بمشي، إيه بمضي ساعتها ومع الوزراء، ويروح يحكي كلام مظبوط عن بموضوع حزب الله، انا بمشي.
بمشي بس انه هيك مننقي شغله هيك ومنروح عليها. لا لا، مع العلم انه انا اكثر واحد معارض للرئيس مئاتي واكثر واحد معارض لهذه الحكومه، ووقتها هو كان شريكه للمئاتي كنت انا ضده. هو لانه في حسابات، ما هو شكل حكومه هو اياه. هلا ما عاد عجبه لانه ما بعرف لاي سبب هن ركبوا حكومه سوا، يتحملوا مسؤوليتهم سوا. شو العلاقه؟ انا مشكلتي مع كل هالتركيبه. رئيس حزب الكتائب نائب سامي الجميل، بدي اشكر وجودك معنا اليوم، انتهى وقتنا، شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا، انتهت حلقه المشهد اللبناني لهذه الليله، القاكم الاسبوع المقبل، الى اللقاء.